الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. واحشرنا في زمرة محمد وآل محمد، وارزقنا زيارة وشفاعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم والرحمة والبركة والإكرام. نبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ونسأل من الله تعالى أن يعيدنا وإياكم في حال أحسن من هذا الحال. ورد عن أبي محمد العسكري عليه السلام وفي رواية أخرى عن الرضا أنه ليس العبادة كثرة الصلاة والصيام، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. العسكري امتداد النور في الزمن، العسكري امتداد النور في الزمن، وهل يضيء المدى إلا سنى الحسن. العسكري امتداد النور في الزمن، وهل يضيء المدى إلا سنى الحسن. ملوحة العمر ميناء رسوت به سفينتي دمعتي أحزانها مدني. مسافر في احتمالات المغيب، ولا وجه لوجهي سوى الخياط للكفن. نسجت عمرا من الصبار أزرعه في غابة الموتى، أزرعه في غابة الموت، والأموات تشربني. وحين فتشت عن خيط ألوذ به، وجدته الروح قد عادت إلى بدني. يقتاد أشرعتي موج الظلام، وكم أشرت للبحر أن يحنو على سفني. أنا الرمادي لا لون يطهرني، إلا ضياؤك بالأطياف يغسلني. حتى إذا اغتسلت بالحب أوردتي، تطاير الورد من قيثارة الدرن. أنت الزجاجة والمشكاة نورسة، طارت بقلب حزين خارج الحزن. هنا تكثف ماء النصر، وانهمرت من سيفك الشرعة الغراء بالسنن. هنا ترجل جيش الكفر، وانسكبت جراحه في الثرى، وانصب كاللبن. آت من الغيبة الكبرى على عجل، والناس أجمعهم جاءوا على وهن. آت لتبعث جذع النخل في ملأ، كي يستطيلوا مع العنقود والفنن. وهذه الناس كل الناس، وهذه الناس مدت كفها ولها لسيد الخلق بعد الطاهر الحسن. ها جئت تمنح هذا الكون بسمته، وتسعف الدمع أن يسمو على المحن. أنت الجهات وهذا الحب بوصلة تفضي إلى وطن في داخل الوطن. في هذه الأيام، في هذه المصائب التي تحل على مذهب أهل البيت، لا يوجد لنا إلا هذا الوطن المضيع، الجهة المضيعة، وهي الإمام القائم عليه سلام الله وعجل الله فرجه، نندبه ونشكو إليه هذه الظلامة. أنت الحقيقة يا وحي السماء،
أنت الحقيقة يا وحي السماء وما إلا تبدو بوجه الله تمتثل، لذاك كنت إمام العالمين. وقد جاءت وفود هنا تزهو تحتفل، يا ناشر العدل يا مهدي أمتنا، لولا وجودك خاب الحلم والأمل، ولو رحلت لكون آخر فأنا والناس كلهم نمضي ونرتحل، ولو طلعت فشمس الله قد طلعت، نمضي جميعا بنور الله نكتحل. هنا تدفق ماء الحب وانهمرت عذوبة الروح، فهي الآن تغتسل. كانوا يدقون مسمارا لننكركم، فما قبلنا ولا أولادنا قبلوا. كنا نردد يا مهدي، فأدركنا صوت سماوي في الإحساس ينتقل. لا تسأل القلب عن ميم معصبة، فالهاء تلهمها والدال تشتعل. يا أيها الشفق المرسوم في مقل الأحباب، يا أيها الشفق المرسوم في مقل الأحباب، صلت على غيماتك المقل فساقطت دمعة البحرين، فساقطت دمعة البحرين في وطن محاصر لاحقت ثواره الدول. فقدم الورد للأسياف مرتديا قميص عز أسلاف من رحلوا، وقام الظلم بالقرآن رتله، فلم يجد غيره يدعو ويبتهل. للموت يوقفنا، للسجن يرهبنا، للحلم يغضبنا، للعقل ينفعل، لأننا يا سمين ظل منتشيا، فكيف يبلى بياض فوقه طلل. يا قائم الآل، خذنا من سفينتنا، فكلنا غرقوا وكلكم وصلوا. واغسل جراح الشعوب، واغسل جراح الشعوب الآن يا مطرا، فالجرح دون غسول كيف يندمل. السيف والبردة الخضراء يغزلها خيط الرسالة والإيحاء والرسل. يا فكرة النصر، ما زال الحسين أبا للثائرين، فهم من سيفه هطلوا، وأورث القائم المهدي جبته، فلم يراوده أعياء ولا كلل. فاليوم نكس كل الظالمين له رأسا، وضاقت عليهم تلكم السبل. سلام عليكم.